ست جيران دار إذا ملعب أستاذ مصطفى تشاكر بالبليدة اللي استضافت مواجهة قوية وصعبة بين المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني لأجل المرور إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. الكل اليوم يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فضل الله الضغط بزر لايك والاشتراك في القناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى الأخير لكي تعرف كيف تشاهد مباراة اليوم. سوف تلعب في تمام الساعة 7:30 بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 6:30 بتوقيت غرينيتس، وسوف تنقل وتذيع هذه المباراة على قناة اس اس سبورت اتش دي 5 وأذن الجزائرية 6 الناقل الحصري لهذه المباراة. تجدون البث في صندوق الوصف. نتمنى لكم فرجة ممتعة ونتمنى الحظ الموفق للمنتخب الجزائري لكي يفوز في هذه المباراة كما فعل في مباراة الذهاب والمرور إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022.